بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. زي ما دايما بنسمع التعبير الشهير اللي هو يعني بنسمعه على طول، يقولك اصل الثوره دي خرجت مننا احلى ما فينا واسوأ ما فينا. هتلاقي برضو انه البرد اللي احنا فيه ده خرج مننا اسوأ ما فينا واحلى ما فينا. مبدئيا كده خرج كل الرشح والكحه والانفلونزا من جوانا، وخرج مننا نكت وقلش وتريقه ان دلت على شيء، فهي تدل على اننا لا يمكن ابدا نرضى بحالنا اللي احنا فيه، ولا نسلم بقضاء ربنا ولا بالامر الواقع. دايما عندنا حاله من الانكار والرفض لاي حاجه بتحصل، حتى لو ظواهر طبيعيه او مناخ او جو محدش له يد فيه. يعني البرد يتاخر والصيف يزحف على الشتاء، ونقعد حبه حلوين لغايه ديسمبر كده دفيانين، فتلاقي الناس تقول لك هو فين الشتاء ده بقى، هو الصيف طول كده ليه، وهو ما فيش حد بيشتغل في تخصصه في البلد دي ابدا؟ معقوله فصل الشتاء بدا رسميا والدنيا لسه حر كده؟ يوم ربنا بقى يدينا الشتاء كما يجب ان يكون. مش انتوا بتدوروا على الشتاء وبتتريقوا على الجو المعتدل الدافي؟ اتفضلوا بقى، اللي انتوا بتسالوا عليه وصل، ومن الاخر شتاء اوروبي عالي الجوده كامل مما جميعه بكل اكسسواراته بقى، التلج والعواصف والنوات وكله. يا ترى اتبسطتوا يعني على كده ونلتوا المراد؟ لا، ودي تيجي نتبسط ازاي؟ احنا ما اتفقناش على كده، احنا اساسا مش عاملين حسابنا على الجو ده. وانا هموت يا فخري، الافيه بتاع محمد هنيدي ده اللي اما كان قاعد في وسط التلج اللي مصر كلها بقت بتقوله دلوقتي. انما في نفس الوقت البرد ده برضو خرج حاجات جميلة جدا من الناس. طول الوقت بنسمع قصص وحكايات بسيطة خالص عن ناس بتوزع بطاطين ولكاليك صوف وجوانتيات وايس كابات، وكل حد بقى على حسب مقدرته. يعني اللي ما يقدرش يجيب بيعمل مشروبات سخنة وينزل يوزعها على الناس البردانين في الشارع، وناس كتير بتكتب ده على صفحاته. قريت حكايتين لطاف جدا وبساط خالص من ناس عاديين زينا كده على الفيسبوك، والحقيقة ان هم ادوني زقة كده، زقة ودافع ان انا ممكن اعمل زيهم، وانا بدوري احب انقل لكم الزقة دي. اول حكاية عن شاب بيحكي انه كان نازل من بيتهم في وقت متأخر في التلج اللي احنا فيه ده، ويشتري بين علبة سجاير من كشك الاول الشارع او حاجة كده. فلقى الجراج اللي قدام بيته قاعدين فيه 2 غفر او حراس متلفحين بالكوفيات ومتكتكين، وبعدين جابوا نار ولعوها. فلما ولعوا النار جه جنبهم يعني جري عليهم كلبين من كلاب الشارع، وجم قعدوا قدام النار عشان يتدفوا معاهم. فلما لقى الراجلين بلدياتنا دول قد ايه عندهم رحمه بالكلاب، وما ولا طردوهم ولا مشوهم ولا هشوهم ولا حاجه، وسابوهم قاعدين جنبهم يتدفوا معاهم. فالشاب ده طلع عمل كوبايتين لبن سخنين كده بالقرفه، وجاب سلطانيه فيها لبن دافي وفتت فيها عيش فينو علشان الكلاب ياكلوا والناس دي تشرب. ونزل للرجاله اللي هم لقوه داخل عليهم كده، فتخضوا في الاول، وهو داخل عليهم ما فهموش جاي عاوز ايه، انما يعني بعد كده فهموا يعني الليله، وفرحوا قوي بالقرفه بقى باللبن السخن دي واكل الكلاب، وبقوا يدعوا له وفرحانين بذوقه قوي، وازاي ان هو يعني فكر فيهم وافتكرهم بحاجه سخن. الشاب ده طلع بيتهم فلقى ايه، لقى اخوه ومراته جايبين لهم في الوقت المتاخر ده، هو بيقول معرفش هم اساسا ايه اللي نزلهم في الوقت المتاخر ده، جايب لهم ليه والبابا بيتزا سخنه وكسكسي بالسكر. فالولد بقى الجميل ده كتب الموقف ده على صفحته، وقام ختمه الحقيقه بجمله عجبتني قوي، هي اللي خلتني اقولها لحضراتكم. قال لك ايه بقى؟ قال لك على طول كده يا رب، يعني المكافاه وقتي، وفي لحظتها بقى انزل الحاجه السخنه للناس، اطلع يعني انزل لهم في الشارع في عز التلج، اطلع على طول بيتي الاقي اكل سخن كده مستنيني. فعجبني قوي ان هو عمل الربط ده. انت لو ركزت في حياتك كده هتلاقي مكافآت وقتي كتير قوي بتحصل لكم نتيجه يعني حاجه حلوه عملتوها. بس انتوا صحصحوا كده زي صاحبنا ده، واربطوا بين المواقف وبعضها، وهتلاقوا كل الخير اللي بيحصل لكم في الدنيا عباره عن مكافآت في التو واللحظه من ربنا على حاجه حلوه عملتوها. القصه الثانيه سريعا، واحده صاحبتي، ودي الحقيقه انا اعرفها شخصيا، اسمها فريده وابنها مع ابني في الفصل، وهي حد رايق قوي ودلوعه خالص، ومش من النوع الهايبر ولا الحامي ولا الكلام ده، كله في الروقان وكده وفي اللذيذ. نزلت توصل ابنها المدرسه عشان عنده امتحان الصبح الساعه 7 الصبح، وروحت وغيرت هدومها ونزلت تحت البطانيه، ويا واخيرا بقى هتدفى وهتنام وكده. وبعد ما يعني اتدفت وخلاص رايحه في النوم، افتكرت انه هي راجعه شايفه كناسين واقفين في الشارع في عز التلج بيكنسوا. قال لا، طب ويعني هم الكناسين دول احسن مني؟ لا،
انا هقوم. وقامت من تحت البطانيه بعد ما اتدفت، وده طبعا حضراتكم عارفين وده قرار مش سهل، يعني مش سهل يتاخد بسهوله، والواحد بيشاور عقله 100 مره قبل ما يقوم من تحت الدفى يروح الحمام. لا دي قامت ولبست هدومها تاني وعملت ترمسين شاي وجابت كوبايات بلاستيك ونزلت وزعت الشاي على الناس في عز السقعه والتلج ده، وبقوا مبسوطين وبيدعوا لها. والمهم ان هي كتبت وقالت انا مش كاتبه والله كده عشان اتفشخر ولا اقول ان انا عملت اللي ما يعمل، وانما عشان انا اقول انه هي عمرها ما عملت ده قبل كده، ولما يعني عملته ودقت حلاوه الدعاء كده وفرحه الناس ليها ومن الناس كده هي جبرت بخاطرهم، فحبت انها تقول علشان يعني الناس يجربوا حلاوه الموضوع ده. الحقيقه مش عاوزين نستهون بالحاجات الطيبه الصغيره قوي دي ونستقل بيها، لان هي ممكن تفتح لنا باب واسع جدا لدخول الجنه. وديننا الاسلامي الراقي ركز على كل الحاجات الصغيره قوي دي، ويعني ابرزوها وبروزوها وقال لنا ان ثوابها كبير وعظيم عشان ما نبطلش نعملها. اتقي النار ولو بشق تمره، تبسمك صدقه، مجرد التبسم في وجه اخيك صدقه، وبغي دخلت الجنه عشان شربت كلب. انه الدين العظيم اللي بيعمل قيمه كبيره لاصغر واقل خير ممكن نعمله. بعد الفاصل